استاذ خليفه. دكتور خليفه حبيبي. هي بتيجي كده يا استاذ، بس هي انت دكتور يعني. ايه اللوغاريتمات ليه؟ يعني انا كنت لسه بقول في المقدمه، ده بيب جوارديولا لما كان بيبالغ في شويه افكار كان الناس في العالم تقعد تنتقد وتهاجمه وتقول له انت اوفر كوتشنج وما ينفعش تعمل كده وبتاع. انت لسه مستلم او مستلم المهمه بتاعتك، ليه كل اللخبطه اللي بيعملها اوسوريو في التشكيل والطريقه دي؟ إيه، انت قلت كلام جميل جدا. ده هو الراجل كمان عايز يبتدي من ما انتهى اليه بيب. يعني هو بياخد بيب السنه دي والنهارده جاي يجرب الطريقه دي. الاول يعني عايزين الطريقه اللي ما بتنجحش مع فرق، يعني لما بيحاولوا يستنسخوها في ده هو بيب نفسه. وبعدين بيشتغل كتير جدا مع اللعيبه على هضم الخطط والحاجات دي. ما ينفعش تستنسخ طريقه لعب غير بمجهود كبير. يعني صح. انت مثلا فكره يعني كابتن ايهاب جلال مثلا، راجل بيبني كره من ورا وكذا وكذا، بدات الدنيا دي مش ظابطه معاه، لان هي ما بقى يروح يطبقها مع فرق من اول لحظه، مع جه في منتخب مصر من دي 1. الطريقه لازم هتكون لها نتائج سيئه جدا. صحيح. لازم تتعب. هو لما نجح في المقصه تعب مع اللعيبه شويه وكذا، وبيتعرض لسلسله من النتائج السلبيه وبعدين تنجح. فهو اسوريو، تعالى نتكلم، يعني احنا زي ما بقول الراجل ده جاي رزق للمحللين، بيعمل حاجات كتير وافكار كتير، فانت لازم تشتغل عليه عشان الناس تبقى مدركه الراجل بيعمل ايه. بس هل ده متناسب ولا لا؟ ما دايما ايه، الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسن. هو الراجل بقى نوايا الحسن ان هو ينسخ طرق بتتعامل، زي ما انت فاكر الماتش اللي فات انت قلت ان بيستنسخ تجربه ارنولد مع بالمسلوسي في نص الملعب، بوكر مع مانشستر سيتي بحمزه مسلوسي. النهارده بقى بيستنسخ تجربه السيتي، بيلعب من غير اظهره. تعال نشوف الاول، وبيلعب بستونز. بالظبط كده. تعال نشوف طريقه التمركز عشان الناس تبقى مدركه معانا الراجل كان بيعمل ايه. هو كان عايز يعمل حاجه، يبدا الاول بثلاثه في الخط الخلفي. نعمل بقى الحالات يا جماعه. لا، قبل الحالات خلينا نشوف التمركزات. دي خريطه التمركزات. الثلاثه اللي ورا ده الوينش في القلب، شماله حاتم سكر، يمينه شبانه. الاثنين ديفندرين كان حسام عبد المجيد واشرف روق، وحط زيزو وشيكابالا قريبين من سامسون، وفي نفس الوقت بيرجعوا لخط الوسط، وحط فتح الملعب بنضاي ومصطفى شلبي. ايه بقى التركه اللي هو كان عايز يعملها؟ ان هو لما يجي يدافع يقلبها بدل ما هي ثلاثه يقلبها اربعه، ان حسام يرجع تاني يتمركز وسط المدافعين ويرجع يدافع باربعه والطريقه تتقلب. دي واجبات مركبه لفريق مهزوز. احنا لازم نتكلم ان وضع الزمالك السنه دي في الدوري وفي كذا، انت الخامس والرابع وكنت في اثناء الموسم السادس وبتحقق نتائج سلبيه، الفريق مهزوز ما يستحملش التجارب دي. الاول لازم توصل لالف ب، وبعد كده تبتدي بقى تخش على التفصيله اللي هي ايه، التركه والخدعه وازود لاعب في خط النص. انما ابدا من البدايه بادوار مركبه للعيبه اصلا بتعاني وفاقده الثقه، ده سبب كوارث. تعالى نشرح الاول هو الراجل كان عايز يعمل ايه. في لقطه معانا في الاول، في اول الشوط الثاني، بتديك فكره المادة الصغيرة. احنا عاملين الراجل النهارده كان عامل زي اللي اهتم مثلا بالحساب وسقط بقى في العلوم والانجليزي وسقط في كل المواد. دي بقى الحاجة اللي كان بيدور عليها. تعال نبص هنا، ده حسام عبد المجيد ورؤى. هو هنا نوقف بس ثانية واحدة. هو هنا بيدور على دي، انما الاسماعيلي يضغط يعرف يخرج بالكرة تحت ضغط. دي كانت بداية الشوط الثاني. دي من اللحظات القليلة اللي الزمالك طبق فيها الفكرة اللي الراجل كان بيسعى اليها، اللي هو الونش كمل بقى الهجمه هنا، رؤى وحسام عبد المجيد، عشان الاسماعيلي لما بيضغط باربعه رؤى يبقى فاضي وحسام عبد المجيد يبقى فاضي، يبقى هو عنده اتنين زياده. هنا حسام هينقل لرؤى بسرعه اللي هتتنقل الهجمه، ينقل نص ملعب الاسماعيلي. هي اتقطعت من شيكابالا، بس هو كان الهدف ان انا اطلع من الضغط عن طريق اللقطات دي، ان انا عندي اتنين ارتكاز بيتحركوا ورا خط الضغط الاول للاسماعيلي، فانجح فيه في النقطه دي. بس ده اهتمام فرعي، يعني انت ماسك في حاجه فرعيه ان انا اطلع بالكوره علشان بس ده دمر حاجات كتير. تعال نشوف بقى في بدايه المباراه لعيبه الزمالك وهي اصلا بتتعامل ازاي في وجود حسام عبد المجيد في خط النص. نرجع بقى للقطات اللي في اول المباراه. لا، ده ممكن هدف الاسماعيلي، خلينا نشرحه برده، نقطه مهمه جدا. وقف لي هنا معلش. ده الزمالك دفع فاتوره غاليه جدا لفكره التغيير بقى من ثلاثه في الخط الخلفي لاربعه. بص حسام هنا، حسام هو اللي جنب كابتن محمد عادل، عايز يرجع لمكانه عشان يتمركز يبقى رابع خط الوسط. شوف بقى اللعبكه اللي بتحصل. هو المفروض بقى التركيبه بقى ان حسام يخش فسكر يرحل لباك شمال ويرجع تاني اللعيب الخط الارتكاز سواء شيكابالا او مصطفى شلبي، هم اللي يدافعوا من الاطراف. طبعا لا مصطفى شلبي رجع ولا شيكابالا في السن ده يقدر يرجع يغطي الواجبات المركزه دي، فهيسبب في ايه؟ تعال شوف هنا، كمل الهجمه، حسام هنا بقى في النص، و حتى هو بيشاور لحاتم سكر، وحاتم سكر ضامم لجوه بزياده، نسى خلاص ان هو ثالث ولا رابع
بقى حاتم سكر واقف على خط المرمى وشيكابالا متاخر في الرجوع ومصطفى شلبي مش في الكادر اساسا. ده كارثه كمان. اقول لك على حاجه، انت لو خدت بالك من حاتم سكر انت جاي تعمل الديليت فين؟ انت جاي تاخر فين؟ صح. المفروض اطلع اضغط حتى لو يعني حتى لو عملت خطا يبقى من بره. من بره شبانه في البدايه قصدك في الضغط كمان شبانه. انا بتكلم في الباك الشمال واقف في قلب الجون. اه طبعا انت قاعد تعمل الديليت ديليت داخل جوه ال 18 ده دخل في الجون اهو بالظبط. لو اترقصت ما هي يا جون يا بنالتي. وده عمله شبانه. ما تطلع تضغط من البدايه. عمله شبانه في البدايه في اليمين في البدايه بالاخص بالظبط. وحاتم سكر راح يغطي الجون. فالفكره هنا انت بين مساك طرف وبقى يبقى المفروض يبقى في لحظه امباك طرف. الواجبات المعقده دي انت بتتكلم في حاتم سكر اول سنه قطاع الناشئين، بتتكلم في حسام عبد المجيد بيتهجى لسه في المساك والناس بتقيمه مقتنعه ولا مش مقتنعه. نكمل بقى بسرعه كده بقيه اللقطات دي احد الفواتير اللي دفعها الزمالك. بص هنا اللعيبه بتتعامل ازاي. وقف بس حسام عبد المجيد فاضي جدا. اللعيبه متجاهله ان هو يعني انت بلعب لاعب عشان تخسر الضغط. اللعيبه اصلا متجاهله ان حسام معاهم اساسا يعني. كمل. اللعيبه ما بتحاولش تمرن لحسام عبد المجيد. اكتر لاعب فاضي في الزمالك واللعيبه مش مقتنعه لسه انها تسلمه. اللعيبه بص هنا زاويه التمرير مفتوحه ازاي. اللعيب مش مقتنع ان حسام موجود وبيلعب الكوره الطويله اللي بتتقطع. يعني اللي انت بتعمله والتعليمات اللي انت مديها اللعيبه مش مقتنعه انها تنفذها اساسا. كمل معلش. هتلاقي اللعيبه هنا شبانه رغم ان المتاح جدا ان يلعب بحسام بس هي اللعيبه مش مقتنعه ان حسام هيستلم هنا. بص هنا برده نفس الكلام في الدقيقه 11. بص هنا بص حاتم سكر حسام جنبه لا بيحاول يلعب الكوره. كمل كل ده. شوف الكوره هترجع تاني واللعيبه بصوا حسام هينزل ورا كابتن محمد عادل وفي مساحه كويسه. بص اللعيبه متبرمجه ان مفيش حسام. يعني انت مزود نقلت اللاعب من الدفاع لخط الوسط عشان يستلم وانت ما بتسلموش. المره الوحيده اللي تعرف مين اللي سلمه سامسو عشان هو بره الدنيا. يعني في لقطه هتيجي هو مش معاهم. بص هنا حاتم سكر متجاهل حسام في التمرير. بص مصمم. بص برده مصمم. الوحيد اللي سلمه سامسو عشان اول مره يتعرف عليه عشان هو مش بالنسبه له حسام زي حد كده. عشان كده الهجمه كملت على فكره. يعني هو الهجمه دي كملت راحت ناحيه اليمين. فيمكن اللاعب الوحيد اللي كان بيسلم حسام كان سامسون لانه هو مش مدرك بقيه زمايل سامسون وبقيه الفرقه مش مقتنعه ان هي تسلم حسام في مركز الديفندر. ما كانوش بيلجأوا ليه. فانت لعبت واحد وشقلبت الخطه وبتلعب بطريقه معينه عشان هدف انت نفسك مش قادر تحققه. صح.